مرحبا بكم في عالم حواء. الحجاب أكثر ما يثير الجدل حول العالم، خاصة مع انتشار الإسلاموفوبيا وين تعترض النساء في الغرب لأشكال مختلفة من التمييز، وبين دول ترفض كليا وأخرى تحاول أنها تختزل بشكل واحد، استطاعت بعض المحجبات أنهم يتفوقوا في العديد من المجالات في كافة الدول ويوصلوا للعالمية والشهرة. تابعوا معنا عدد اليوم. جينيلا ماسا أول إعلامية محجبة تظهر على قناة كندية عبر شاشة قناة سيتي نيوز تي في، وذلك لأول مرة في التلفزيون الكندي. في نشرة الأخبار الظهيرة بدأت مشوارها المهني بالعمل في العديد من الوكالات المحلية الكندية منذ عام 2010، وكانت أول مراسلة تلفزيونية محجبة في كندا في سنة 2015، وتركز في برامجها على موضوعات مختلفة من وجهات نظر متنوعة عرقيا ودينيا وطبقيا، وبدورها هذا فتحت الأبواب أمام الإعلاميين المحجبات في الغرب. الرياضية ابتهاج محمد تعد أول رياضية محجبة في العالم تشارك في الألعاب الأولمبية الصيفية لسنة 2016، فازت بالعديد من الجوائز والميداليات واحتلت مرتبة مميزة. تم اختيار ابتهاج محمد ضمن أبرز 100 شخصية مؤثرة لعام 2016 بعد ما تمكنت من إطلاق شركتها الخاصة لإنتاج وبيع ملابس النساء المحجبات اللي تحمل اسم لويلا، وتم تكريمها بأول باربي محجبة تجسد شكلها وملامحها وحتى زي الرسمي لها في رياضة المبارزة. سهيلة إبراهيم هي عبقرية نيجيرية محجبة، تم تكريمها باستقبال رسمي في القاعة الخضراء في البيت الأبيض تقديرا عن نجاحها ونبوغها العلمي، وين استقبلها الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما وزوجته ضمن فعالية احتفال شهر التاريخ الأمريكيين الأفارقة. وتعد سهيلة من أصغر الطالبات بجامعة هارفورد بعد ما تم اختيارها ضمن الطلاب اللي التحقوا بالجامعة العريقة على طول تاريخها، وغير هذا اختيرت ضمن قائمة أذكى 50 مراهق في العالم. السياسية إلهان عمر هي أمريكية ذات أصل صومالي، برزت خاصة منذ انتخابها عضوة في مجلس نواب مينيسوتا عن الحزب الديمقراطي عام 2016، وكانت أول محجبة تنتخب في منصب سيناتور بالكونغرس الأمريكي. تولت منصبها عام 2019 واشتهرت بمواقفها الصارمة وحدتها الدائمة خاصة مع دونالد ترامب. أثبتت المحجبة في الغرب أنها مهما كانت القيود أو التحديات اللي تفرضت عليها تقدر تثبت للعالم نجاحها، وتبين أن الحجاب أو الخمار بالتحديد عمره ما قيد تفكيرها ولا تفوقها. إذا مشاهدينا وصلنا لنهاية عدد اليوم، ما تنسوش تشاركونا بتعليقاتكم وأراءكم على صفحتنا الرسمية اللي تظهر أسفل الشاشة. شكرا لكم، السلام عليكم.